السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة إيكوفاين. هاد القناة اللي كتقدم لكم دروس وتمارين في مواد الاقتصاد والمحاسبة. موضوع الفيديو ديال اليوم هو تصحيح الامتحان الوطني لسنة 2018 في مادة المحاسبة العامة مسلك العلوم الاقتصادية الدورة العادية، وبالضبط الجزء الثاني المتعلق بالاناليز كونتابل. بالنسبه لموضوع الامتحان، pour la réalisation de certains travaux d'analyse comptable relatifs à l'exercice 2017, l'entreprise BTA vous remet les documents et informations ci-après. Déjà كيعطوكم هنا واحد المجموعه ديال لي دوكيومون. Le premier document عنده علاقه بلي دوني de l'exploitation. Donc, premièrement, غادي يعطيكم واحد ليكستري دو تابلو دو فورماسيون دي ريزولتا اللي كاين في الانيكس 1. دو غادي يعطيكم تابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسييل اللي كاين في الانيكس 2. 3 كيعطيكم واحد المجموعه ديال لي انفورماسيون. دونك لا بروميير انفورماسيون سول لا فارياسيون دي ستوك دو برودوي اي كونسيديري كوم برودوي فاريابل. غالبا هاد لانفورماسيون غادي نحتاجوها فاش نبغيو نعمرو لو تابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسييل اللي كاين في الانيكس 2. Deuxième information, il y a معلومه مهمه جدا قالك بان لو شيفر دافير دو لونتربريز اي ريبارتي ريغولييرمون سور لي 12 موا دو لاني. دونك قالك بان داك لو شيفر دافير في هاد ليكزيرسيس تحقق على مده ديال 12 شهر. دونك في بعض التمارين ما كتكونش ديما 12 شهر. بعض التمارين كيقول لك بان لاكتيفيتي ا كومونسي في لو موا 3، سادير بان لو شيفر دافير هنا ما فيهش عام كامله 12 شهر. في بعض اسئله كنلقاو مثلا او في بعض التمارين كنلقاو مثلا بان لا سوسيتي عطات واحد لو كونجي بيرسونيل ديالها ديال ان موا، سافدير هنا كنحيدو داك لو موا من 12 باش تبقى لينا غير 11 شهر. دونك بالنسبه للدوكيومون 2 عطاونا دي دوني فينونسيير، غالبا هاد لي دوني فينونسيير غادي نستعملوهم في الاناليز ديال البيلون. دونك بروميييرمون عطاونا ليكستري دو تابلو دي رودريسمون اي دي روكلاسمون اللي كاين في الانيكس 3 وغالبا غيطلبوا منا نعمرو. دوزيامون عطاونا اوتر انفورماسيون دو ليكزيرس 2017، هاد لي زانفورماسيون هما اللي غيعاونونا باش نعمرو داك التابلو ديال رودريسمون اي روكلاسمون اللي كاين في لانيكس 3. دونك لا بروميير انفورماسيون قالك بان لا فالور نيت كونتابل دي فري بريليمينير اي دو 53000 ديرهم. Deuxième information, une plus-value de 150 000 dirhams sur les titres de participation est constatée. Troisièmement, une créance douteuse de 24 000 dirhams ne sera encaissée qu'en janvier 2019. Et enfin, une fraction de 30 000 dirhams d'un emprunt auprès des établissements de crédit est remboursable en mars 2018. Toujours بالنسبة les données financières. عطاونا des indicateurs de la situation financière de l'exercice 2017. بالنسبة للزلمون اللي عطاونا الفون دو رولمون ليكيديتي اللي هو 497000، وعطاونا واحد الغاسيو دو فينونسمون بيرمانون. دونك عطاونا كيفاش تحسب، دونك 1,747,000 على 1,250,000 كيساوي 1.39. لوجيكمون كانوا غير يعطونا لو غاسيو، عطونا 1.39. دونك لو فيت ان عطاونا الطريقة كيفاش تحسب، دونك غالبا ان عدد من دوك الاعداد اللي استعملنا هنا اما 1,747,000 ولا 1,250,000 غالبا غادي نستعملوها في شي سؤال. دونك غادي نشوفو كيفاش نوصلو للسؤال. 4 دي زانديكاتور دو لا سيتوياسيون فينونسيير دو ليكزيرسيس بريسيدون، يعني ديال 2016، حنا كنهضرو على ليكزيرسيس 2017. دونك عطاونا واحد ليليمون اللي هو الفون دو رولمون بروبر اللي القيمة ديالو هي 120,000. بالنسبة للأسئلة، أول سؤال طلبوا منكم تكمبليتيو ليكستري دو تابلو دو فورماسيون دي ريزولتا اللي كاين في الأنيكس نيميرو 1. كما كتشوفوا هذا هو ليكستري، فيه واحد ربعة ديال لي دوني ناقصين اللي هي لا مارج بروت سور لي فونت اون ليتا، لا برودكسيون دو ليكزارسيس، لا كونسوماسيون دو ليكزارسيس، و لا فالور اجوتي. بالنسبة للسؤال رقم جوج، كومبليتي ليكستري دو تابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسي اللي كاين في لانيكس 2. دونك كيما كتشوفو ناقصين في واحد المجموعة ديال لي زانفورماسيون، منها لو شيفر دافير، منها لو كو فاريابل، منها لا فالور ديال لاشار فوندو دو مارشانديز، ديال لاشار كونسومي دو ماتيغ فورنيتور، ديال لي برودوي فاريابل، وسي خاصنا لا فالور ديال لا مارج سور كو فاريابل، وخاصنا لو كو فيكس، وخاصنا دي تو.
غادي نشوفو كيفاش غادي نحسبوهم. بالنسبه للسؤال رقم 3، دونك ا طلبوا منكم تحسبوا لو شيفر دافير بور لوكيل لو ريزولتا كورون اي نول. دونك تو سامبلومون هنا السؤال طاحوا بطريقه غير مباشره، في بعض التمارين كنلقاو تو سامبلومون كالكولي لو سوي دو رونتابيليتي، وكنعرفوا لو سوي دو رونتابيليتي ولا لو شيفر دافير كريتيك هو داك لو شيفر دافير اللي فيه الشركه كتلقى بان الريزولتا كورون ديالها ايتيغال ا زيرو. بالنسبه للسؤال رقم 2، ديتيرميني اي انتربريتي لا دات دو رياليزاسيون دو سو شيفر دافير. دونك عاوتاني السؤال طرح بطريقه غير مباشره، في بعض التمارين كنلقاو ديتيرميني انتربريتي لو بوان مور. اي اونفان كالكولي انتربريتي لانديس دو سيكوريتي. بالنسبه للانديس دو سيكوريتي هو واحد الانديس كيبين لينا كيفاش ان الشركه تقد تنقص لو شيفر دافير ديالها بلا ما تخسر، سا فدير سون سوبيغ دي بيرت. السؤال 4، انتربريتي لو راسيو دو فينونسمون بيرمانون في 2017 ديجا شفناه اللي هو 1.32. 5، كومبليتي ليكستري دو تابلو دي رودريسمون اي دي ريكلاسمون اللي كاين في لانكس 3. وهذا كما كنشوفوا دونك ناقصين واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون اللي غنعمروهم سوغ لا باز ديال دوك لي زانفورماسيون اللي كيتعطاونا في ليكزيرسيس. بالنسبه للسؤال 6، ا كالكولي لو فون دو رولمون بروبر دو ليكزيرسيس 2017، ب انتربريتي سون ايفولوسيون. دونك انا كيطلبوا منك انتربريتي ليفولوسيون يعني لا فارياسيون ديالو، ماشي انتربريتي داك لو فون دو رولمون اللي حسبتي. 7، دونك لا كيستيون ا كالكولي لو راسيو دو سولفابيليتي. ديجا لو راسيو دو سولفابيليتي هو واحد الراسيو اللي كيبين لينا واش الشركه قاده انها تغومبورسي لي ديت ديالها اون ايتيليزون داك لاكتيف ديالها. ب لو راسيو دوتونومي فينونسيير تا هو طلبوا منا نحسبو. دونك لوتونومي فينونسيير كنشوفو الشركه كتعتمد في لاكتيفيتي ديالها لي كابيتو بروبر كتر من لي ديت ولا العكس. اي اونفان كيطلبوا منا انتربريتيو لي ريزولتا اوبتوني يعني الريزولتا اللي لقينا في لو راسيو دو سولفابيليتي و لو كالكول ديال لو راسيو دوتونومي فينونسيير. دونك نبداو الجواب على الاسئله ديالنا. دونك اول حاجه غنعمرو ليكستري دو تابلو دو فورماسيون دي ريزولتا. دونك اول حاجه خاصنا هي لا مارج بروت سور لي فونت اون ليتا. ديجا لا مارج هاد لا مارج كتهم غالبا غير الشركات اللي عندهم علاقه باللي عندهم دي زاكتيفيتي كوميرسيال. دونك كتشري لا مارشونيز وكتبيعها في ليتا ديالها، دونك ما كدير لها حتى شي موديفيكاسيون. دونك كناخدو جينيرالمون لا فون دو مارشونديز كما كتشوفوا 480,000 وكنقصوا منها لاشار او فوندو دو مارشونديز اللي هي 230,000 كتعطيني اون فالور ديال 250,000. دونك هنا بالنسبه لا برودكسيون دو ليكزيرسيس، دونك هنا ولينا دخلنا للشركات اللي كدير لا برودكسيون. دونك باش نحسبوا لا برودكسيون دو ليكزيرسيس كناخذوا لي فونت دو بيان اي سيرفيس برودويت. دونك كناخذوا لا برودكسيون فوندو اللي هي 1,520,000 وكنزيدوا ليها لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي اللي هي لا برودكسيون ستوكي اللي هي 370,000 وكنزيدوا ليها لي زيموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور ايل ميم اللي هي لا برودكسيون ايموبيليزي. دونك هنا ما عطاونا حتى شي فالور. دونك كناخذوا 1,520,000 وكنزيدوا ليها 370,000 دونك كتعطيني 1,890,000. بالنسبه لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس كنعرفوا بان اي برودكسيون كيما بغات تكون كتطلب اون كونسوماسيون. دونك كتكون من لاشا كونسومي دو ماتيغ فورنيتور اللي القيمه ديالها 810,000 وكنزيدو ليها اوتخ شارج اكسترن اللي هي 440,000 كتعطيني 1,250,000. دونك باش نحسبو لا فالور اجوتي ديال هاد الشركه كناخدو لا مارج بروت سور لي فونت اون ليتا اللي هي 250,000 كنزيدو ليها لا برودكسيون دو ليكزيرسيس اللي هي 1,890,000 وكنقصو منها لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس اللي هي 1,250,000 كتعطيني 890,000. السؤال رقم 2 كيطلبو منا نكومبليتيو ليكستري دو تابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال. و جينيرالمون باش نعمرو هاد التابلو راه كنحتاجو ليكستري ديال التابلو دو فورماسيون دي ريزولتا. دونك كيما كنشوفو بالنسبه لهذا الطابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال اول حاجه كيخصك تحسبها هو لو شيفر دافير. ملي كنقول لو شيفر دافير كنهضروا على لي فونت. دونك كنهضروا على لي فونت دو مارشونديز اللي هي 480,000 وكنهضروا على لي فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي اللي هي 1,520,000. دونك كنديروا عمليه الجمع 480,000 كنزيدوا ليها 1,520,000 كتعطيني
جوج ديال المليون دونك لو شيفر دافير هو اللي غنعتبروه لا باز اللي هو 100% بالنسبه لو كو فاريابل لو كو فاريابل فيه اربع العناصر فيه لاشا او فوندو دو مارشانديز فيه لاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور فيه اوتر شارج فاريابل فيه لي برودوي فاريابل دونك بالنسبه لاشا او فوندو دو مارشانديز القيمه ديالها 230000 دونك كنحطوها مباشره في الجدول achat consommé de matière et fourniture 810000 كنحطوها directement في الطابله ديال 810000 بالنسبه لاوتر شارج فاريابل ديجا حسبوها هنا هي 630000 بالنسبه لي برودوي فاريابل ديجا عطاونا واحد لافورماسيون في الاول قالك سول لا فارياسيون راه كنشوفوها الفوق سول لا فارياسيون دي ستوك دو برودوي اي كونسيديري كون برودوي فاريابل دونك كنشوفوها نيت في الطابلو هنا كنلقاو القيمه ديالها هي 370000 وكنحطوها مباشره في الجدول دونك باش نحسبوا دابا لو كو فاريابل كناخذوا لاشا فوندو دو مارشانديز اللي هي 230000 كنزيدوا ليها لاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور اللي هي 810000 كنزيدوا لها اوتر شارج فاريابل اللي هي 630000 وكنقصوا دابا مزيان كنقصوا لي برودوي فاريابل لان لي برودوي الدور ديالهم هو كينقصوا داك لو مونطون ديال دوك لي شارج دونك كنقصوا لي برودوي فاريابل 370000 كيعطيني مليون و 300000 دونك باش نحسب داك لوطو اللي كنسميوه لوطو دو كو فاريابل كناخذو مليون و 300000 وكنقسموها على جوج د المليون اللي هي لو شيفر دافير كنضربوها في 100 كيعطيني 65% بالنسبه لنا مارش سور كو فاريابل تو سامبلومون كناخذو لو شيفر دافير جوج د المليون كنقصوا منه مليون و 300000 كيعطيني 700000 بالنسبه للطو ديال المارج سور كو فاريابل كناخذو 700000 وكنقسموها على جوج د المليون وكنضربوها في 100 ولا تو سامبلومون كناخذو لوطو ديال لو شيفر دافير اللي هو 100% كنقصو منه 65% اللي هو لوطو دو كو فاريابل وكيعطيني 35% بالنسبه لو كو فيكس غناخذو لا مارج سور كو فاريابل 700000 وغنقصو منها 290500 اللي هي لو ريزولتا كورون غيعطيني لو مونطون ديال لي كو فيكس اللي هما 409500 نزول السؤال رقم 3 هنا طلبوا منا نحسبوا لو شيفر دافير بور لوكيل لو ريزولتا كورون اي نول دونك تو سامبلومون غنحسبوا لو سوي دو رونتابيليتي دونك بالنسبه لو سوي دو رونتابيليتي كناخذوا لي كو فيكس وكنقسمهم على لو طو دو مارش سور كو فاريابل دونك كناخذوا 409500 وكنقسموها على 35% ولا 0.35 وكيعطيني مليون و 170000 بالنسبه للسؤال بي لا دات دو رياليزاسيون دو سو شيفر دافير قلنا اللي هو لو بوين مور كيفاش كنحسبوا لو بوين مور كناخذوا لو سوي دو رونتابيليتي كنضربوه في 12 ضربنا في 12 حيت قلنا بان لو شيفر دافير دو لونتربريز اي ريبارتي على 12 شهر انتبهوا راه في بعض التمارين كيكون غير 11 هما ما كيقولكش 11 شهر كيقولك بان راه واحد الشهر وقفات فيه لاكتيفيتي ولا واحد الشهر كان فيه الكونجي ديال الخدامه اوكي ولا لاكتيفيتي ما بدات في شهر واحد بدات في شهر جوج دونك هنا انتبهوا لو نومبر دو موا اللي تحقق فيهم داك لو شيفر دافير هنا عطاونا 12 وكنقسموا على لو شيفر دافير دونك لو سو دو رونتابيليتي هو مليون و 170000 مضروب في 12 شهر مقسوم على جوج د المليون كيعطيني 7.02 هذوك الارقام اللي كاين بعد الفاصله هذوك هما عدد الايام دونك الى عطاوكم تحسبوا بحال هاد لوكا ديالنا غناخذوا 0.02 وغنضربوه في 30 دونك حنا الى ضربناه في 30 غادي يعطيني 1.06 يعني نهار دونك تو سامبلومون لو بوين مور ولا لا دات دو رياليزاسيون ديال لو سو دو رونتابيليتي هو نهار 1 شهر 8 2017 انتبهوا 7 شهور كامله يعني كملوا 7 شهور انطلاقا من اليوم الاول بعد ديك 7 شهور يعني شهر 8 من تما كنوصل داك لو بوين مور اللي هو لو سو دو رونتابيليتي Donc à partir du 1 août 2017, l'entreprise a commencé à réaliser des bénéfices. Yani, t'as qu'à toucher le docteur, ad qui veut un des bénéfices, qui veut le docteur, mais qui connaît un des bénéfices, au contraire qui connaît un des pertes. N'est-ce pas ce LC, l'indice de sécurité, qui est l'indice de sécurité qui fait ce qu'il y a sous. Donc on a le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. نقسم على لو شيفر دافير فوا 100 يعني هذا الانديس كيعطيني بشحال نقد نقص لو شيفر دافير ديالي
بلا ما نخسر ولا الا فت هذاك لو سو دو رونتابيليتي تو سامبلومون الشركه كتبدا كتخسر دونك ناخذ جوج المليون اللي هي لو شيفر دافير نقصوا منها مليون و 170 الف وغنقسموها على جوج المليون وغنضربوها في 100 دونك غتعطيني 41.5 دونك Si l'entreprise baisse son chiffre d'affaires de plus, il commence à subir des pertes. Interpréter le ratio de financement permanent. Donc, les Donc, généralement, qui fait le rôle de financement permanent. Les ressources durables, les capitaux propres plus les dettes à long et à moyen terme. Qu'est-ce financier ou lié l'actif immobilisé. دونك في هذه الحاله لقينا بان 1.39 اكبر من 1 دونك تو سامبلومون كنقولوا بان لي غوسورس ستابل فينونس لا توتاليتي دي زومبلوا ستابل دونك وصلنا للسؤال 5 اللي هو كومبليتي ليكستري دو تابلو دو ريدريسمون اي دي ريكلاسمون دونك انا خاصني واحد المجموعه ديال لي دوني خاصنا بعدا دي فالور كونطابل خاصنا دي فالور فينونسيير وخاصنا سكون ابيل داك لو كور ديال لو تابلو ديالنا جينيرال واش نعمرو غادي نعتمدو على tableau ou la tableau là les informations les data on a flouel donc la première information la valeur nette comptable des frais préliminaires est de 53 000 car il faut bien les frais préliminaires ce sont des immobilisations financières pardon ce sont des immobilisations en non valeur il y a une financièrement mais donc tâche et prime donc il suffit de les frais préliminaires on hydrome l'actif immobilisé on argent hydrome les capitaux propres كان حيدو 53 ألف. بالنسبة لا دوزيام انفورماسيون اون بلي فالو دو 150 000 درهم سور لي تيتر دو بارتيسيباسيون اي كونستاتي كنعرفو بان لي تيتر دو بارتيسيباسيون سو سون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير كاين بلي فالو سافو دير كوا اون بلي فالو يعني ان القيمة ديالهم تزاد 150 ألف دونك بالنسبة لي تيتر دو بارتيسيباسيون غنزيدو ديك 150 ألف لاكتيف ايموبيليزي وغنزيدوهم اوسي في لي كابيتو بروبر La troisième information, une créance douteuse de 24 000 dirhams ne sera encaissée qu'en janvier 2019. Généralement, quand on a fait bien les créances, doivent être simplement couvertes donc, à court terme, ça veut dire à moins d'un an. On a fait le cas de 2017, donc généralement, on se remet en caisse sauf 2018. Vu qu'on a avec la créance ou avec le client représente des difficultés donc غالبا قال لك ما يخلص حتى janvier 2019 donc ما بقاش une créance à court terme ou là une créance à long terme donc غادي ندخلوها في l'actif immobilisé donc بالنسبه لا créance انا غنزيدوها في l'actif immobilisé 24000 وغنحيدوها منين من لي créance هنا نتبعوا بان لي créance ما عطاوناش لا كولون ديالها donc ما عندنا ما نحيدو et enfin une fraction de 30 000 dirhams d'un emprunt au prêt des établissements de crédit est remboursable en mars 2018. Quand il faut bien l'emprunt, il est remboursable à long terme. Il y a une exigibilité de l'eau, mais vu un head seed ou la vu un head l'emprunt, il a dit très lourd d'abord. قل من عام يعني في مارس 2018 دونك ان ليكزيجيبيليتي ديالو ما بقاتش ا لون تيرم يعني ولات ا لون ولات ا كور تيرم دونك يسوف ان ناخذ لومبرون نحيدو هاد 30 ألف درهم من لي ديت ا لون ا مويان تيرم ونزيدوهم في لي ديت ا كور تيرم مزيان دابا غنحسبوا لي فالور فينونسيير و لي فالور كونطابل بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي الاشكال اللي كاين هنا هو معنى لا فالور كونطابل لا فالور فينونسيير دونك عطاونا واحد لافورماسيون اللي قلت لكم في الاول اللي هي الخاسيو دو فينونسمون بيرمانون دونك خداو مليون و 747 ألف على مليون و 250 ألف كتساوي 1.39 دونك هنا كنتو طرحوا التساؤل ولا طرحنا ديجا التساؤل في الاول قلنا بان عطاونا كيفاش تحسب هنا كيبين بان شي عدد من دوك الاعداد اللي كاينين تما راه ممكن نستعملوه في شي مكان اخر دونك اللي هي مليون و 250 ألف اللي هي لا فالور فينونسيير ديال لاكتيف ايموبيليزي دونك كنعرفو بان الفينونسمون بيرمانون كناخدو لي غوسورس دورابل و كنقسموه على لاكتيف ايموبيليزي دونك هاديك مليون و 250 ألف غنديوها فين في لاكتيف ايموبيليزي ولكن فين في لا فالور فينونسيير كما كتشوفو دونك باش نحسبو لا فالور كونطابل دابا باش نجيو من تحت الطابلو حتى الفوق الطابلو كنعكسو الاشارات كناخدو مليون و 250 ألف كنقصو منها 24 ألف كنقصو منها 150 ألف و كنزيدو ليها 53 ألف كتعطيني مليون و 129 ألف
بالنسبة لي كابيتو بروبر ناخدو 1,300,000 غنقصو منها 53,000 غنزيدو ليها 150,000 غتعطيني 1,397,000. بالنسبة لي ديت الون اي موين تيرم غناخدو 350,000 وغنزيدو ليها 30,000 غتعطيني 380,000. دونك كما كتشوفوا الا خديتي 380,000 ونقصتي منها عاوتاني 30,000 غطيح 350,000. بالنسبه لي ديت اكور تا غناخذو 250,000 غنزيدو ليها 30,000 غتعطيني 280,000. بالنسبه للسؤال السادس كالكولي لو فون دو رولمون بروبر دو ليكزيرس 2017. دونك غادي نحتاجو لداك الطابلو دو غودريسمون او كلاسمون. دونك انا حاول ناخذ غير لي زيليمون او لي فالور فينونسيير اللي هما اللي كيهمونا في هاد التمرين. دونك كيفاش كنحسبو الفون دو رولمون؟ كناخذو لي كابيتو بروبر 1,397,000 وكنقصوا منهم لا فالور ديال لاكتيف ايموبيليزي اللي هي 1,250,000. دونك شحال كيعطيني؟ 147,000. هنا جاي السؤال بي انتربريتي ليفولوسيون ديالو. دونك قال لك هاد الفون دو رولمون واش تزاد ولا نقص. ديجا عطاونا واحد لانفورماسيون على الفون دو رولمون في 2016 الفون دو رولمون بروبر اللي هي 120,000. دونك تو سامبلومون لقينا بان الفون دو رولمون بروبر داز من 120,000 حتى 147,000، اي ما زياده قيمتها دونك اون اوغمونطاسيون دو 27,000 دونك 27,000 درهم. دونك نقولوا بان لو فون دو رولمون بروبر سي تاميليوري دو 27,000 درهم اي لي باسي دو 120,000 درهم اون 2017 ا 147,000 درهم اون 2018. وغندوزو السؤال الاخير اللي هو السؤال 7. دونك طلبوا منا نحسبوا لو راسيو دو سولفابيليتي. شناهي لا سولفابيليتي؟ واش الشركه قاده انها تخلص لي ديت ديالها الاعتماد على الاكتيف ديالها؟ دونك القاعده كتقول لك بان لو توتال داكتيف كنقسمو على لو توتال دي ديت. بالنسبه لنا التوتال داكتيف ما عندناش، عطاونا الاكتيف ايموبيليزي. دونك هنا كنعرفوا بان التوتال داكتيف هو التوتال الباسيف. دونك توتال الباسيف فيه لي كابيتو بروبر، فيه لي ديت الون اموين تيرم، وفيه لي ديت اكور تيرم. دونك كناخدو 1,397,000 كنزيدو ليها 350,000 لي ديت الون اموين تيرم، وكنزيدو ليها 280,000 لي هما لي ديت اكور تيرم، وكنقسمهم على ايش؟ على التوتال ديال لي ديت. يعني 350,000 زائد 280,000 دونك عطاني اون فالور ديال 3.21. بالنسبة للسؤال بي كالكولي لو غاسيو دوتونومي فينونسيير. هنا كنشوف واش الشركة كتفينونسي لاكتيفيتي ديالها بالاعتماد على لي ديت ولا بالاعتماد على لي كابيتو بروبر. دونك كناخدو تو سامبلومون لي كابيتو بروبر وكنقسمهم على ايش؟ على لو توتال دي ديت. دونك نلقاو 1,397,000 اللي هما لي كابيتو بروبر، وكنقسمهم على لو توتال ديال لي ديت اللي هو 350,000 زائد 280,000 كيعطيني 2.21. بالنسبه للسؤال سي انتربريتي لي ريزولطا اوبتوني. دونك ديك 3.21 كاينه في لو راسيو دو سولفابيليتي، كنشوفوا بان لو توتال ديال لاكتيف ديالي هو 3 ديال المرات ولا اكثر من 3 المرات ديال لو توتال دي ديت. دونك كنقول بان لاكتيف دو لونتربريز بو رومبورسي بلوس دو 3 فوا دو سي ديت. يعني ان لونتربريز هنا الي سولفاب، انها قد تخلص لي ديت ديالها الى اعتمدت على لاكتيف او لو توتال ديال لاكتيف. بالنسبه ل 2.21 اللي هي لو راسيو دوتونومي فينونسيير، كنلقاو بان داك لو راسيو كبر من واحد. تو سامبلومون يعني لي كابيتو بروبر كبر من لي ديت، يعني ان الشركه كتعتمد على لي كابيتو بروبر ديالها بلوس كو لي ديت. دونك كنقول لونتربريز كونت بلوس سور سي كابيتو بروبر كو سي سور سي ديت. ولا تو سامبلومون غادي نقولوا بان لاكتيفيتي دو لونتربريز دونك اي فينونسي ا ماجوريتي بار لي كابيتو بروبر بلوس كو لي ديت. كنشكركم على حسن الاستماع ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ودعمونا بلي لايك ديالكم، ولا عندكم اي تساؤل خليوه لينا في لي كومونتير.